حبايبي تالت ثانوي دفعه 2023 ازاي يكون النهارده ان شاء الله هنبقى مع بعض في اول فيديو من الفيديوهات بتاعتنا هنحل الواجب بتاع الحصه الاولى اللي كانت في السنتر اللي كانت بعنوان رايتنج سكيلز مهارات الكتابه وبنكتويشن ماركس علامات الترقيم. طيب مستر هل حضرتك هتنزل لنا بصفه مستمره فيديوهات حل الواجب ان شاء الله بتاعه الحصه اللي فاتت دي والحصه اللي جايه هتبقى موجوده هنا على اليوتيوب، لكن ان شاء الله بدايه من يوم 26/9 هنبقى موجودين مع حضرتك على منصة بسطها لك سنتر، ويا ريت حضرتك تبقى عارف النظام بتاعها. هسيب لك اللينك بتاع الفيديو التوضيحي في الديسكريبشن بتاع الفيديو عشان كوتر يبقى فيه متابعة أكتر ومتابعة بصفة مستمرة مع سعادتك إن شاء الله. طيب مستر هو رايتنج سكيلز دي هتفيدني في إيه؟ حضرتك ممكن تتسأل في علامات الترقيم تشوز، وممكن بعد القرار الجديد اللي إحنا كنا عارفينه وقلنا لحضرتك عليه إن الامتحان هيبقى فيه جزء كبير جدا مقالي، إن حضرتك تتسأل برضو يا مستر فإن حضرتك تكتب إيساي أو تكتب ترجمة أو تحل حاجة على قطعة كتابة، وده برضو هيحتاج من حضرتك مهارات الإيه؟ مهارات الكتابة. طب بمنتهى الهدوء بقى كده، إيه اللي حضرتك ممكن تعمله عشان تثبت وجودك يا دكتور في درس زي ده أو تبقى حضرتك متمكن من الدرس ده؟ ركز كده معايا، سم الله، ركز معايا كويس جدا وأنا بحل، شوف يا دكتور علامات الترقيم أسمائها إيه، وإعرف الكلام ده كله، كل علامة ترقيم استخداماتها في الإنجليش بتبقى عاملة إزاي؟ ولو حضرتك وقفت في أي سؤال يا ريت تسيبهولي هنا في الكومنتس، وأنا إن شاء الله برد على حضرتك في الفترة بتاعت بالليل دي اللي هي من بعد الساعة 11 أو 12 بالليل، هتلاقيني بقدر إن أنا أبقى متاح للرد على الأسئلة، غير كده الناس اللي ماسكين الصفحة واللي ماسكين قناة اليوتيوب بيردوا مع حضرتك في أي سؤال ليه علاقة بالإيه؟ بالاستفسارات. في أي مشكلة؟ نبدأ مع بعض، سمي الله، يلا كده دكتور أول سؤال، بيقول لك إيه؟ إحنا بنحل من ملحق المهارات بتاع كتاب شغل. بنكتويشن إز أ سيستم أوف سامبلز ذات وي يوز وين نوت لانجوج. والله يا دكتور البنكتويشن هي لغة أو علامات الترقيم بتستخدم في أي لغة؟ في اللغة الرسمية ولا الغير رسمية؟ لا هي ولا في دي ولا في دي، هي في الريتن لانجوج في اللغة الكتابية لتر بي. اللي بعده، if I give a command or a statement، لو أنا اديت لحد جملة أمر أو جملة خبرية، I use نقط، بستخدم إيه؟ لو أي حد خد جملة أمر command أو statement جملة خبرية، أنا بستخدم نقطة في نهاية الكلام، دكتور بستخدم full stop أو period يعني نقطة. اللي بعده، what is the punctuation mark indicating a question called؟ إيه يا دكتور علامة الاستفهام اللي بتحدد السؤال دي بتسمى إيه؟ طبعًا ده سؤال تافه حمادة هلال كده هو مجاوب على السؤال أصلًا. علامة البنكتويشن مارك العلامة الترقيم اللي بتحدد السؤال طبعا وش اسمها question mark علامة استفهام الأولى. اللي بعده which can be used to express strong feeling، اللي ممكن استخدمه عشان أعبر عن strong feeling عن مشاعر قوية، بستخدم حاجة اسمها علامة تعجب exclamation mark letter B. اللي بعده الفول ستوبس النقطة بتسمى ايه يا دكتور؟ الفول ستوب يا مستر او النقطة اسمها ايه؟ دكتور اسمها البيريود. أنهي واحدة دي الأولى؟ في عيال بتتلخبط وتفتكر ان الفول ستوب ليها اسم تاني اسمه دوت مثلا او حاجه، لا لا لا، الانذر نيم الاسم الاخر للفول ستوب هو بيريد. اللي بعده which one of the following cannot come at the end of a sentence، اللي في دول ما ينفعش يجي في نهايه الجمله. طبعا يا مستر انا بحط النقطه في اخر الجمله يبقى انا هستبعد دي، وبحط علامه الاستفهام في اخر الجمله فهستبعد دي، والتعجب في اخر الجمله فانا هستبعد دي، فالإجابة الوحيدة الصح هي الكولون، النقطتين فوق بعض، ما ينفعش يجوا في آخر الجملة. سؤال نمبر 7، الكوتيشن ماركس علامتين التنصيص بيتحطوا فين؟ بيتحطوا قبل وبعد الكلمة اللي حضرتك بتقتبسها، يبقى بيتحطوا before and after the word is being quoted letter D. اللي بعده، نمبر 8، in British English الراوند براكتس دول أو القوسين دول بيتسموا راوند براكتس، but in American English، لكن في الأمريكان اسمهم برانسز. اني واحده مستر ليتر سي؟ لازم تحفظ الاسماء البريتش والامريكان اللي موجودين عند حضرتك في مذكره الشرح صفحه 23. زي برضو ما انا قلت لك ان الاكواز دي بتسمى في البريتش سكوير براكتس، لكن في الامريكان براكتس بس. نمبر 9، which of these is not a punctuation mark، اللي في دول ما يعتبرش علامه استفهام. والله يا مستر الفول ستوب وش علامه سوري اللي في دول ما يعتبرش علامه ترقيم. والله يا مستر الفول ستوب اكيد علامه ترقيم، الكولون اكيد علامه ترقيم، الكوما نفس الكلام، الهاشتاج هو مش من البنكتويشن ماركس، مش من علامات الترقيم. نمبر 10، identify the word، حدد الكلمه that should start with a capital letter، اللي المفروض تبدا بحرف كابيتال.
كلمة أبل لا مش شرط تبدأ بالكابيتال، كلمة كونتري برضو نفس الكلام، كلمة فلاج برضو نفس الكلام، هي أمريكا. وأمريكا الإيه لازم تبقى كابيتال لأن ده اسم إيه؟ اسم دولة. نمبر 11 use a not before a list of items، اللي حضرتك هتستخدمه قبل قائمة من العناصر especially خاصة after expressions بعد تعبيرات زي كلمة the following أو as follows. بعد التعبيرات دي بحط قائمة عناصر، والله مستر المستر قال لي بحط نقطتين فوق بعض عشان أعدد، فبحط حاجة اسمها colon. الكولون اللي هم النقطتين فوق بعض بيجي وراهم list of items، مجموعة ايه؟ مجموعة عناصر. اللي بعده نمبر 12 يا دكتور، what punctuation should end the following sentence؟ ايه علامة الترقيم اللي مفروض تنهي الجملة دي؟ the teacher asked، المستر سأل، if we were ready for the test، لو كنا مستعدين للامتحان. والله مستر المستر سأل، انا المفروض بعد asked كنت احط كومة وعلامتين تنصيص لو ده كان سؤال مباشر، بس هنا هو ما حطش، فده أصبح سؤال indirect، سؤال غير مباشر، وطالما سؤال غير مباشر أستاذ أحط في أكله period اللي هي full stop اللي هي النقطة. Number 13 what punctuation should end the following sentence؟ إيه علامة الترقيم اللي المفروض تنهي الجملة دي؟ Did you take any notes in class؟ هو أنت خدت أي ملاحظات في الفصل؟ ده سؤال بيبدأ بالفعل المساعد، يبقى طالما ده question أحط في نهايته دكتور question mark letter B. اللي بعده what is the missing punctuation mark in the following sentence؟ ايه علامة الترقيم اللي ناقصة في الجملة دي؟ my usually soft spoken brother، soft spoken brother دي في كلمة مركبة، يبقى ما بين soft و spoken دكتور بتحط شرطة hyphen، وفي يونت كامل في الجرامر هنتكلم فيه عن استخدامات الشرطة. اللي بعده اختار الجملة اللي صح او اللي ليها علامات ترقيم صح هنا. Do you want to work with me on that social studies project؟ ده سؤال، وطالما ده سؤال فحضرتك هتحط question mark letter B. اللي بعده والله مستر how bright، فواد يقول لي how هحط علامة استفهام، كات زيرو يا نجم ليه؟ لان حضرتك ما جاش بعد how فعل مساعد، فده اصبح مش question، دي جملة exclamatory، دي جملة تعجبية، وانا في نهاية الجملة التعجبية بحط exclamation mark علامة تعجب، يبقى letter C. اللي بعده ايه الجمله اللي محتاجه يبقى فيها حروف كابيتال هنا؟ والله يا مستر جون الجي دي محتاجه تبقى كابيتال، فرنش الاف لازم تبقى كابيتال، اي الضمير اي في اي حته في الجمله لازم يبقى كابيتال، فرانس ده اسم بلد فالاف برضو لازم تبقى كابيتال. 18 اختار الجمله اللي بتستخدم الكومه بطريقه صحيحه، الكومه في النص بتربط وين ادت ربط، هنا الجمل كلها ناقصها بس كلمه اي، حضرتك حطها لي كده. طب بص كده يا مستر when، هل ينفع when احط وراها كومة؟ لا هكنسل سي. طب هل ينفع الزق الجملة كلها من غير اداة من غير اي علامة ترقيم؟ لا اتبقى لك الاولى والاخيرة، هنا الاخيرة حط الكومة بعد will be ما تنفعش، لا هي الاولى when I get older كومة عشان دي جملة I will be able to drive، لما اكبر هتعلم السوق، يبقى الاجابة الصح هي letter A. اللي بعده اختار الجملة اللي بتستخدم الكومة correctly، والله يا مستر because نفس الكلام أداة ربط، فأنا ما ينفعش هنا دكتور أحط بعد because كومة. طب يا مستر بقى لي ثلاث إجابات، ينفع أحط الكومة بعد was؟ لا طبعا، وهنا عندي الأولى والثانية، الأولى حطت الكومة بعد was وبعد broken، هي broken كلمة اعتراضية يعني أو جملة اعتراضية؟ أكيد لا، يبقى الإجابة الصح هي letter C. اقرأ كده الجملة في letter C، because her alarm was broken، عشان المنبه بتاعها اتكسر كومة، او المنبه بتاعها مش اتكسر بقى، ده مستر هي ما سمعتش المنبه، ميري مست هير كلاس، ميري فاتها الحصه بتاعتها كده. دول اول 19 questions، اول 19 سؤال عند حضرتك. اللي بعده حبيبي ركز معايا كده في السؤال نمبر 20، in the following sentence where should the comma be placed، في الجمله دي الكومه بتتحط فين؟ رامي لافز ارت بات جاك لايكس فوتبول، رامي بيحب الادب بس جاك بيحب كره القدم. حبيب قلبي ركز كده معايا، ادي عندك هنا كلمة بوت صح؟ اسمع مني بقى النوت دي، قبل كلمات الاتية ممكن احط كومة، مين الكلمات دي يا مستر؟ قبل كلمة and او but او so او yet او or، تاني كده، قبل الكلمات الاتية ممكن احط كومة، قبل كلمة and but so yet او or. طب يا مستر هنا في كلمة ايه؟ هنا في كلمة but، فالكومة المفروض تتحط هنا، فيبقى الكومة بتتحط فين؟ نجم بعد كلمة art letter D.
اللي بعده سؤال 21 ده بالمناسبه زي ما قلت لك احنا بنحل من ملحق جام السكيلز من كتاب المهارات بتاع جام. السؤال ده كان فيه غلطه وانا هقول لك ليه. How many commas are needed for the following sentence؟ كم عدد الكوما اللي مطلوب في الجمله دي؟ My favorite sports are swimming، رياضتي المفضله هي السباحه، سوكر كره القدم الامريكيه، and football. بص حبيب قلبي، هو المفروض ان انت ممكن تحط الكوما بعد swimming ويتبقى لك سوكر اند فوتبول فتبقى كوما واحده، بس لو في طالب حلها اتنين كوما فهي صح برضو، لان انا ممكن قبل اند احط كوما، ما انا لسه قايل لك الملحوظه. فلو حلتها واحد بس صح، ولو اتنين بس برضو الجمله صح. اللي بعده which choice correctly punctuates، ايه الاختيار اللي علامه الترقيم بتاعته صح and capitalizes the words in the following sentence، وبرضو الحروف الكابيتال بتاعته صح. Mother's Day comes once a year، عيد الام بيجي مره كل سنه. في الاعياد بتحط اول حرف من كل مقطع كابيتال، فالمفروض الام كابيتال والدي كابيتال، فانا هكنسل الاولى وهكنسل الاخيره وهكنسل الثالثه، فالاجابه الصح هي letter B. اللي بعده what is missing from the following sentence، ايه الشيء المفقود من الجمله دي؟ جون سيد كان وي جو هوم، المستر قال لي ان بعد كلمه سيد في السؤال المباشر او في الجمله المباشره في الدايركت يعني بحط كوما وكوتيشن ماركس فاصله وعلامتين تنصيص. طب هو هنا اوتوماتيك حاطط الفاصله، فيبقى انت ناقصك كوتيشن ماركس. طب نكمل قرايه، كان وي جو هوم ينفع نروح البيت، يبقى انت لازم تحط علامه استفهام قبل الكوتيشن ماركس، صح كده؟ يبقى انت ناقصك ايه؟ ناقصك كويتشن مارك وكوتيشن ماركس، يبقى الاجابه الصح letter A. اللي بعده which sentence uses commas correctly، ايه الجمله اللي بتختار او اللي فيها الكوما مستخدمه بطريقه صحيحه؟ تعال نقرا. بسم الله، نجيب محفوظ ذا جريت وحاطط بعد ذا جريت كوما، مش هكمل قرايه يا مستر دي غلط. نجيب محفوظ كوما ذا جريت ايجيبشن، بص يا مستر، هو حضرتك قلت لي ان انت ممكن تحط الجمله ما بين فاصلتين في حاجه اسمها الاب بوزيتيف في الجمله الاعتراضيه، يعني لو شلتها المعنى ما يتاثرش. تعالى كده نشيل دي، نجيب محفوظ رايتر، المعنى اتاثر، كنسلت بيه. نجيب محفوظ ذا جريت ايجيبشن رايتر كوما سيد كوما دعك، كنسلت سي. بص بقى في دي، نجيب محفوظ كوما ذا جريت ايجيبشن رايتر الكاتب المصري العظيم، فتبقى الاجابه الصح الاخيره. اللي بعده which sentence uses commas correctly، ايه الجمله اللي فيها استخدام الكوما بطريقه صحيحه؟ will your dad drive us to the museum or shall we take a bus، هل الكوما بتتحط بعد اور؟ لا، الكوما بتتحط قبل اور مش بعدها. طب تعالى كده نبص في دي، بي غلط لان الكوما بعد اور، سي غلط، اتبقى لي الاولى والاخيره. تعالى نقرا الاخيره، ويل يور داد وحاطط بعد داد كوما، لا يا مستر دي غلط، فتبقى الاجابه الصح الاولى. اللي بعده نمبر 26 بيقول لك ايه، which of these sentences ايا في هذه الجمل has both commas in the right place، عنده الاثنين كوما في المكان الصح. تعال بص اول اختيار، the window frames which are all different colors need painting. والله يا مستر، هو انت كده عايز تحط اثنين كوما؟ يعني انت عايز جمله اعتراضيه؟ يعني انت عايز جمله لما تشيلها يبقى المعنى ما يتغيرش؟ هو هنا حاططها ما بين which are all، تعال نشيلها ونقرا الجمله، the window frames different، مفيش حاجه اسمها كده، كنسلت الاولى. the window frames which are all different colors، تعال نشيلها، the window frames which are all need، مفيش حاجه اسمها كده، كنسلها. طب المره دي the window frames need painting، يبقى هي دي اللي صح، ان انت تحط الجمله دي كلها ما بين اتنين كوما لان دي جمله اعتراضيه، فالاجابه الصح هتبقى الثالثه. اللي بعده which of these sentences ايا في هذه الجمل has the right number of commas with each comma in the right place، اللي في دول برضو بيستخدم الكوما بطريقه صحيحه، وكان الكتاب بيركز جامد عن استخدامات الفاصله عن استخدامات الكوما. تعال نبص اول اختيار، the wallpaper which was green red and black was peeling off the walls. والله مستر حضرتك علمتني ان انت بتحط اتنين كوما لما تبقى الجمله اعتراضيه، صح كده؟ طب تعالى نقرا واحده واحده، the wallpaper وحاطط كوما which was green comma red and black ماله was peeling off the walls. طب ما دي صح يا مستر، ليه؟ هو حاطط كوما هنا وكوما هنا وحاطط ما بين green وred كوما واحده اهي، يبقى دي فعلا جمله اعتراضيه واستخدامها الصح letter A. اللي بعده
اللي في دول is correctly punctuated علامة الترقيم بتاعته صح. بص يا دكتور، أول حرف لازم يبقى كابيتال، طب ما الضاد كابيتال، لازم يبقى فيه علامتين تنصيص، دي ما فيهاش علامتين تنصيص كنسلتها. هنا في علامتين تنصيص اه. Does the program start كله كده زي ما احنا يا مستر at 4 نقطتين فوق بعض 00، لأن بتفصل الساعات عن الدقايق. هنا مش فاصل حاجة 400، فأنا هكنسل سي، اتبقى لي الأولى والأخيرة. علامة الاستفهام لازم تبقى جوه جملة الاقتباس، يعني لازم تبقى يا مستر قبل علامتين التنصيص، فالأخيرة دي كده مكتوبة غلط، فالإجابة الصح هي الأولى. اللي بعده نمبر 29 بيقول لحضرتك إيه؟ Which of the following is correctly punctuated؟ اللي في دول مكتوب صح. You will need to turn left on supermarket. It's the third house on the right. أنا بستخدم السيمي كولون الفصلة المنقوطة للتوضيح عشان بتعمل هايلايت كده. يعني يا مستر عارف انت حضرتك كده لما بتوضح حاجة أكتر من لازم تستخدم الفصلة المنقوطة دي. فهنا بيقول لك you will need to turn left on the supermarket. أنت محتاج تحود شمال. هو في ثالث بيت على اليمين بعد ما تحود، يبقى انت المفروض تحط هنا فاصله منقوطه، يبقى الاختيار الصح letter B اللي هي بنسميها بالانجلش نجم السيمي كولون. نمبر 30 which of the following is correctly punctuated. على فكره السؤال ده لكن سامي سيد بعد سيد لازم احط كوما وتو كوتيشن ماركس، فانا هكنسل الاولى، يبقى لي دي ودي ودي. هكمل قرايه. I want to go to uncle احمد's كده ولا اونكل احمد ابوستروف اس. انت هنا بتتكلم عن بيت عمك احمد، طالما بتتكلم عن بيته يبقى ملكيه، يبقى بتحط الابوستروف قبل الاس، فانا هكنسل يا مستر مين. والله يا حبيب قلبي انت هتكنسل بي وهتكنسل دي، فتبقى الاجابه الصح ليتر سي سامي سيد كوما اي وانت تو جو تو اونكل احمد فور عيد الفطر. الاي كابيتال والاف كابيتال. اللي بعده Which of the following is correctly punctuated? I met a beautiful European woman. قابلت بنت أوروبية حلوة. ثلاث صفات ورا بعض كده مستر مش مشتركين، فحضرتك بتعمل ايه؟ مش بتفصل ما بينهم بأي حاجة، بترزع الثلاثة ورا بعض. يبقى a beautiful European woman من غير أي كومة، يبقى الوحيدة اللي صح هنا هتبقى letter B. اللي بعده number 32 بيقول لك ايه؟ Which of the following is correctly punctuated? I am asking. طب يا مستر هي لو في علامتين تنصيص كده كان المفروض يبقى اول حرف كابيتال، فانا هكنسل بي وهكنسل سي، اتبقى لك ايه ودي. I am asking if you would like to play squash together tomorrow. وحاطط علامه استفهام وهنا حاطط نقطه، ده سؤال غير مباشر indirect question، فانا مش هحط question mark. ايوه ناجم انا هحط full stop period، يبقى الاخيره. اللي بعده اللي في دول is correctly punctuated. اللي في دول علامات الترقيم بتاعته صح. انت بتقول منى او بتقول يس الاول لازم بعد يس كوما، فانا هكنسل بي وسي، اتبقى لي ايه ودي. يس كوما منى كوما يو ويل رايت اباوت ذات انسر. ايه الاختلاف ما بين الاولى والاخيره؟ اللي هو هنا حاطط كوما ملهاش لازمه، فانا هكنسل الاخيره فهتبقى الاولى هي اللي صح. اللي بعده ايه اللي في دول علامات الترقيم بتاعته صح. I saw our town's ex mayor in the mall. والله مستر كلمة ماير دي اللي هو العمدة يعني بتاع المدينة، فبمنتهى الهدوء اكس ماير دي كلمة مركبة لازم تحط ما بينها هايفن، صح كده؟ بعد كلمة اكس بحط شرطة كده. طب حلو، هنا الام كابيتال بتاعت عمدة ودي ملهاش لازمة، الام عادي سمول، فانا هكنسل كل دول، اتبقى لي اجابة واحدة اللي هي letter B. اللي بعده Which of the following is correctly punctuated? Wherever we go، ايا كان المكان اللي هنروحه people recognize us. هنا wherever أداة ربط، فبحط في النص كومة، فتبقى wherever we go كومة people recognize us، الناس بتتعرف علينا. الأخيرة اللي بعده Which of the following is correctly punctuated؟ إيه اللي في دول علامات الترقيم بتاعته صح. Whenever وفاء is in our town she visits her sister. Whenever أداة ربط، بفصل ما بين الجملتين باستخدام الكومة، فالإجابة الصحيحة يا مستر ناجم الأخيرة، whenever وفاء is in town comma she visits her sister. الأكيدة. اللي بعده Which of the following is correctly punctuated؟ اللي في دول علامات الترقيم بتاعته صح. My favorite musician موسيقار المفضل بتاعي who is also my cousin اللي برضو بيعتبر ابن عمي plays piano. والله مستر فيه هنا جملة اعتراضية اللي هي who is also my cousin دي،
فانا هستأذنك احطها ما بين اتنين كوما لان انا ممكن احذفها واقرا الجمله كده my favorite musician plays piano، الجمله اتفهمت عادي فتبقى الاجابه الصح الاولى. 38 which of the following is correctly punctuated، المستر علمني قبل كلمه but بحط كوما فانا هكنسل بي وهكنسل سي وهكنسل دي فتبقى الاولى بس هي الاجابه الصح. اللي بعده سؤال 39 مهم، ايه اللي في دول علامات الترقيم بتاعته صح؟ حبيب قلبي كلمة however ليها قاعدة خاصة، ممكن يبقى قبليها نقطة ويبقى لازم أول حرف فيها capital وبعديها كومة، أو يبقى قبليها semi colon نقطة وتحتيها كومة وبعديها كومة. فهنا مستر however هي في النص، قبليها semi colon وبعديها semi colon برضو، لا غلط. طب هنا however في النص ينفع يبقى قبليها كومة؟ غلط، ودي غلط، هي دي بس اللي صح. however قبليها semi colon وبعديها كومة. طب الطريقة التانية إن however تبقى capital كده ويبقى قبلها نقطة وبعديها كوم. 41 أو 40 سوري، which of the following is correctly punctuated، اللي في دول علامة الترقيم بتاعته صح. I asked سامي، أنا سألت سامي وده سؤال مباشر فلازم حضرتك تحط كومة وعلامتين تنصيص فأنا هكنسل دي. طب حلو، أول حرف كابيتال did، did هكنسل الأخيرة. did he ask for his ring back، علامة الاستفهام بتبقى داخلة جوه علامات التنصيص فتبقى الإجابة الصح الأولى. اللي بعده دكتور إيه، لا سوري، علامة الاستفهام بتبقى داخلة جوه، ده هنا شفت غلط، تبقى الإجابة الصح التالتة، لازم كويتشن مارك الأول وبعد كده الإيه الكوتيشن ماركس. 41 which of the following is correctly punctuated، اللي في دول مكتوب بطريقة صح. the elections اللي هي الانتخابات هتعقد في الثلاث الأول من شهر نوفمبر عام 2022، أنا مش بفصل بأي حاجة هنا طالما في the first أو the second مش بحط أي كومة، فأنا بيقول لك the first Tuesday وعامل كومة غلط، هنا حطت كومة بعد held غلط، هنا عامل colon بعد on برضو غلط، الإجابة الصح هي الأخيرة the elections will be held on the first Tuesday of November 2022. اللي بعده اللي في دول correctly punctuated، اللي في دول علامات الترقيم بتاعته صح. I need to locate، أنا محتاج أحدد four towns on the map، أربع مدن على الخريطة، مش هتبدأ تعدد، بعد كلمة map حط نقطتين فوق بعض، هنا حاطط سيمي كولون غلط، هنا مش حاطط حاجة غلط، هنا حاطط نقطة غلط، فتبقى الإجابة الصح الأولى. كولون أليكس دمايتا كنا أند سوهاج، إيه اسكندرية دمياط إنا وسوهاج، أنت عددت فلازم تحط إيه كولون نقطتين فوق بعض. اللي بعده which of the following is correctly punctuated، نفس الكلام. right now I want two things، أنا دلوقتي محتاج شيئين، peace and quiet، السلام والأمن أو والهدوء. والله مستر بعد كلمة two things أنت هتبدأ تقول حاجات، فالمفروض هنا تحط نقطتين فوق بعض، فالأولى غلط، التانية غلط، التالتة غلط، يبقى الإجابة الصح هي letter D. right now comma I want two things، نقطتين فوق بعض، peace and quiet. اللي بعده أول which of the following is correctly punctuated، هنا المفروض في غلطة، المفروض أن أول إجابة دي الشرطة تبقى كبيرة شوية. أول made argument was presented، في مناقشة حادة جدا أو جدال حاد اتعمل for searching، إن هما بيبحثوا على peaceful resolution. طب حلو قوي، والله مستر المفروض أن will made دي كلمة مركبة، فأنت هتفصل ما بين will و made بشرطة، مش شرطة كبيرة، أنت هتفصل بهايفن، فالأولى الشرطة كبيرة كده غلط، التانية لازقة في بعض غلط، التالتة هنا حاطت شرطة وهنا حاطت شرطة. طب تعالى كده دكتور نركز، والله مستر المفروض will شرطة made شرطة تاني ملهاش لازمة دي، يبقى الإجابة الصح هي letter C. اللي بعده which of the following is correctly punctuated، these apostrophes main purpose is to show position، الاستخدام الرئيسي للأبوستروف للملكية. أبوستروفز هنا أنت بتتكلم عن ملكية جامعة، فتحط الأبوستروف قبل الأس، بحط الأبوستروف بعد الأس، فحضرتك في الأولى هتكنسلها لأن الأبوستروف فيها قبل الأس، في التالتة هو مش حاطط أبوستروف أصلا، في الأخيرة نفس الكلام، فالإجابة الصح هي letter B. اللي بعده اللي في دول مكتوب بطريقة صح، very elegant looking watch، والله مستر very elegant looking ما بين elegant و looking يعني شيء أنيق، بحط شرطة صغيرة اللي هي الهايفن، فالإجابة الصح مين هنا؟ هكنسل الأولى، هنا يا مستر حاطط شرطة بعد very، لا مش عايزها، هنا نفس الكلام مش عايزها، هي letter B. اللي بعده 47 و 48 اكتب لي عليهم عندك مهمين جدا.
47. لما حضرتك تيجي تتكلم عن العمر انا بحط تو هايفنز، بحط شرطتين. ازاي بقى؟ بتقول تو شرطه يير شرطه بس كده، فالاولى مش حاطط حاجه، الثانيه حاطط شرطه بعد يير ومش حاطط شرطه بعد تو، الثالثه العكس. الاخيره بص ماشيه ازاي، اور تو هايفن يير هايفن اولد سون از ستارتنج تو توك، يبقى هي الاخيره. طب لما بيجي بقى مستر يجمع الير ما يخليهاش يير يخليها ييرز، ما تحطش اي حاجه. انا 25 years old لازق في بعض، فبص كده الاخيره بيقول لك 2 years old next week، ما تحطش اي هايفن، يبقى حضرتك هتكنسل الاخيره. والثالثه والثانيه والاجابه الصح هي الاولى بس، our son will be 2 years old next week. 49. Which of the following is correctly punctuated? I guess انا بكمن she did what any self-respecting woman would do. كلمة self-respecting لازم تتفصل بإيه؟ بهايفن. فمستر هعمل إيه هنا؟ تعالى كده نركز واحدة واحدة. I guess she did what any self-respecting لازقة في بعض كده؟ لا طبعاً ما تنفعش، فحضرتك هتستبعد الأولى. self-respecting woman would do، خليها معانا. self-respecting مع بعض هتستبعدها، اتبقى لك بي ودي. بص في دي حط respecting تاني بعد إيه؟ بعديها شرط. هل ده ينفع؟ أنا بحط two hyphens إمتى؟ مع الأعمار. فانا هكنسل الاخيره فتبقى الاجابه الصح letter B. اخر سؤال معانا النهارده بيقول لك ايه اللي في دول علامه الترقيم بتاعته صح. خلي بالك عشان السؤال ده فيه تريك. جان اسكت وحاطط بعد اسكت سيمي كولون، فوش هتستبعدها. الثلاثه اسكت هنا بعديهم كوما كوتيشن ماركس اول حرف كابيتال. what did mike mean، مايك قصده ايه، when he said لما قال كوما وعمل كوتيشن ماركس تاني. ايه ده مستر، ده في اقتباس جوه الاقتباس. وقتها حضرتك تعمل ايه؟ لما بيبقى الاقتباس يذكر للمرة التانية بتستبدل علامتين التنصيص بعلامة واحدة. تاني كده، لما بيبقى فيه اقتباس جوه الاقتباس يعني quotation inside the quotation بتحط بدل two quotation marks one quotation mark. طب اكمل كده، when he said لما قال وحطت كومة علامة واحدة I will see you later. طب والله هنا مستر I will see you later والمفروض تعمل ايه؟ تحط استفهام صح كده، وبعد الاستفهام والله يا مستر واحده واحده بس. هو هنا حاطط علامتين. طب حلو، طب يا مستر انت حضرتك قلت لي علامه واحده، طب ما العلامه الواحده فوقها يا نجم. طب كمل قرايه كده، I will see you later وحاطط يعني علامه استفهام وبعد كده علامتين التنصيص. لا مش عايز دي. طب بص يا مستر بعديها اعمل ايه، نفس الكلام علامتين تنصيص، لا انا عايز علامه واحده اهي، حط علامه واحده وعلامه استفهام وعلامتين تنصيص. يبقى بمنتهى الهدوء حضرتك بتتكلم عن ايه؟ انا بتكلم يا مستر ان لما بيبقى في كوتيشن جوه الكوتيشن بتحط علامه واحده مش علامتين. بالله عليك النوت دي مهمه جدا. كده نكون حلينا مع بعض 50 سؤال على علامات الترقيم البنكتويشن ماركس من ملحق جمل المهارات ملحق السكيلز، وده كان واجب اول حصه لحضرتك في السنتر. طبعا حضرتك اكيد عارف موعدنا والسناتر اللي موجودين فيها موجودين عندك برده في الديسكربشن. ان شاء الله المره اللي جايه او واجب الاسبوع الثاني هيبقى بيتكلم عن درس في الجرامر بيتكلم عن ا وان وذا الارتكلز. بعد كده عندنا هناخد الكويتشن تاج السؤال المزيل. بعد كده هنحل مع بعض وكيفيه حل السؤال القطع، هيبقى عندك 3 قطع في الواجب هحلهم معاك ان شاء الله برده على اليوتيوب يوم الاحد اللي جاي. الفيديو ده هيبقى متاح عند حضرتك يوم الاحد الموافق يوم 11/9 ان شاء الله. الفيديو الثاني هيبقى متاح لحد 18/9. بعد كده اول حصة على المنصة هتبقى يونت 1 هتنزل لحضرتك على المنصة بتاعت بسطها لك سنتر يوم 26/9 ان شاء الله. يا رب تكون استفدت ان شاء الله، تبقى الحصة كانت حلوة واكون وفقت في الحصة بتاعت النهاردة. اشوفكم على خير الشباب الاسبوع اللي جاي. سلام.